بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل دلوقتي فيديوهات الفاينل فيجن. اتكلمنا الفيديو اللي فات عن أول مسألة من مسائل الامتحان اللي هي بتبقى كاميرا طويلة فيها لودز كتيرة ومطلوب نورمال وشير ومومنت. زي ما قلنا إن احنا في الغالب المسائل اللي بيطلب فيها رسم الانترنال فورسز هو بيديك الرياكشنز جاهزة، فخد بالك هو بيبقى مكتوب لك كده نوت إن all reactions are given. خد بالك عشان انت ما تضيعش وقت في الامتحان وتقعد تحسبها تاني. خد بالك كمان يعني ما تحاولش ان انت تراجع وراهم الرياكشنز، هو الرياكشنز دي بتبقى متراجعه كذا مره وبتبقى مظبوطه. فعلى طول ابدا حلك في المساله انك ترسم النورمال والشير والمومنت من غير ما تراجع وراهم الرياكشنز. تمام. هنتكلم دلوقتي بقى في اهم جزء، وهو بيبقى عليه نسبه كبيره قوي من الامتحان. زي ما قلنا الامتحان بيبقى 110 درجه تقريبا، في مسالتين من الخمس مسائل على الفريمز. طبعا الفريمز هو تطبيق مباشر على الكاميرات، يعني هو مش موضوع جديد، ولكن الفريمز بيبقى فيها شويه كده تعقيد عن الكاميرا، لان في اجزاء مايله واجزاء راسيه، وفي بيبقى فيه كذا كونكشن او جوينت فيها كذا ممبرز ايه متداخلين مع بعض. فناخد بالنا من النقطه دي، بتبقى ايه نقطه مهمه شويه هنحل مع بعض في الفيديو ده ان شاء الله مسالتين. مطلوب من حضرتك ايه؟ معاك كالكوليتر جنبك وانت بتشوف الفيديو ده، قدامك كالكوليتر علشان تحسب معايا وتشوف الخطوات اللي انا بحل بيها وتشتغل معايا في المساله. خد بالك كمان مطلوب منك تنزل البي دي اف دي، انا هرفق البي دي اف دي مع الفيديو، وهكذا كل فيديو من فيديوهات الفاينل فيجن كلها ان شاء الله هرفق معاه البي دي اف اللي انا كنت شارح فيه الجزء بتاع الفيديو ده، كل توبيك منفصل ايه بذاته. تبص على البي دي اف معاك مع الفيديو مع استخدامك الكالكوليتر معايا وانا بحل في الفيديو. طبعا الفيديو ده فيه مسألتين، بعد ما تخلص اول مسألة شوفها كاملة تماما وتشوف كل حاجة كل جزء اتحل ازاي، حاول انت تفصل بقى. اول ما المسألة تخلص اقف وخد المسألة دي مع نفسك واقعد حلها، ارسم لها نورمال وشير ومومنت، وبعد كده راجع مع البي دي اف اللي انا منزله لك. الحل ان شاء الله يكون مظبوط متراجع كذا مره، فانت حل تاني المساله وشوف حلك ده مظبوط ولا مش مظبوط، وبعد كده ان شاء الله بعد ما تخلص اول مساله ارجع تاني ريزيوم الفيديو ده وكمل اكزامبل 2. انا ما حبيتش ان انا افصل الفيديو لفيديوهين علشان الفيديو بصراحة التوبيك واحد في فيديو واحد بيبقى افضل. هو كبير شوية ولكن بيبقى افضل انك انت نتابع التوبيك كله مرة واحدة، بدل ما نقعد نقسمهم زي الفيديوهات اللي هي كنا بشرحها زمان. فخلينا في الفيديو بقى ده نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كده الفريمز هندي بس انترودكشن سريعة بعد كده نخش في المسائل. اول حاجة عايز اكلمك فيها هي نقط الديستريبيوتد لود. احنا عارفين ان اللودز عندنا يا اما كونسنتريتد يا اما ديستريبيوتد، الكلام ده طبعا قديم. الديستريبيوتد لود احنا عارفين الانكلايند ميم كلها، ودي يمكن الاجزاء اللي انتوا بتتلخبطوا فيها في فريمز. الانكلايند ممبرز لما بتقابل انكلايند ممبرز بتقابلك مشكله اللي هي ايه؟ اللي هي تحليل الفورسز في اكس وفي واي. يعني انت دلوقتي عندك انكلايند ممبر لازم تحلل كل الفورسز اللي عليه لاكس وواي. هنتعلم ده ان شاء الله في التو اكزامبلز اللي هي هنحللهم ان شاء الله في الفيديو ده. اول حاجه بس انترودكشن كده، لو انا عندي بي مثلا بالمنظر ده وفي ريستد طبعا على اثنين او عمودين هنا كده، طبعا احنا في الاستراكشر بنقول اللي هو ايه مجرد الكاميرا بتاعتنا سبورتد على تو سبورتس بالمنظر ده. طيب خلينا نفكر مع بعض. بنقول لك ان لما يبقى الحمل معايا اول حاله، لما الحمل يكون مايل مع الكاميرا بس يكون اتجاهه عمودي او اتجاهه راسي كده، اتجاهه راسي كده، فبنقول ان هو الحاله دي للفهم بقى بنقول ان الحاله دي جايه منين؟ جايه من الاون ويت بتاع الكاميرا، الحمل الذاتي بتاع الكاميرا نفسها كخرسانه او كستيل ايا كان. طيب لما نشوف المنظر ده قدامنا كده دبليو تون بير متر ران متوزع كده على الاليمنت بتاعنا، طول الافق بتاعه ال والطول المايل بتاعه ال داش، لازم اول حاجه نحول زي ما متعودين نحول كل الديستريبيوتد لكونسنتريتد، فقيمته هتبقى دبليو في ال داش. خد بالك لان الحاجات دي اللي بتلخبط، دبليو في ال داش
مش W في L. يعني اول كيس معايا لما يكون الحمل متجه رأسي بالمنظر ده هيبقى concentrated load WL داش، والمومنت بتاعه هو WL داش LL داش على 8. WLL داش على 8، احنا عارفين اي كاميرا عامة عليها distributed load لو هي افقية عادي جدا فالمومنت بتاعها ايه؟ WL squared على 8، ده لو كان افقي. ولكن لو كان مايل وكان الحمل رأسي بالمنظر ده هيبقى WLL داش على 8. دي اول حالة. تاني حالة، لو مثلا عندي كاميرا بالمنظر ده والحمل بتاعي distributed ولكن عمودي على الممبر، طبعا ده بتيجي الحالة دي من ايه؟ من الويند. لو عندي حمل رياح عمودي كده بيجي عمودي على الممبرز، تمام؟ طيب فلما تيجي نحول الديستريبيوتد ده الكونسنتريتد لود بنقول ان هو دبليو ال داش، نفس الكلام بالظبط بتاع الحاله اللي فاتت، بس خد بالك اتجاهه بيكون عمودي على الممبر مش راسي. يعني الحاله اللي قبل اللي فاتت دي على طول كانت ايه؟ راسي. الدبليو ال داش كان راسي لتحت، ولكن الحاله دي الدبليو ال داش برضو ولكن عمودي على الممبر. خد بالك لما تيجي بقى تجيب الايه المومنت بتاعك هو دبليو ال سكوير او ال داش سكويرد على 8. دبليو ال داش سكويرد على 8. الحاله الثالثه اللي ممكن نقابلها برضو اللي هي لو عندي اليمنت مايل كده وعندي حمل هوريزونتال، الحمل ده برضو لما نيجي نحوله بنقول ان هو دبليو ولكن فين بقى؟ في ال. دبليو في ال ليه؟ لان هو اتجاهه راسي كده بالمنظر ده وهو مش مايل مع الكاميرا. طبعا الحاله دي بنقابلها فين؟ بنقابلها في حاله السلالم. اللايف لود بتاعنا احنا طالعين او نازلين على السلم بيبقى منظره في التحليل بالمنظر ده، ان هو يكون لود ديستريبيوتد كده افقي وبيكون على الجزء المايل بالمنظر ده او السلم بتاعنا. طبعا لما نيجي نجيب بقى هنا المومنت بتاعنا هو دبليو ال سكوير على 8 عادي جدا. خلاص؟ ليه انا قلت القيم دي بالذات؟ لان الثلاث قيم دول هم اللي بيلخبطوا في الامتحان مع الاجزاء المايل. طبعا لو كان في كونسنتريتد لود على اليمنت مايل بيبقى الموضوع اسهل شويه. طيب خلينا بقى نبدا في اول مساله معانا في مسائل الفريمز. المساله دي تقريبا امتحان 2016. الامتحان ده 2016. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ارسم لي انترنال فورسز للنورمال والشير والمومنت. بس خد بالك نوت عندك كده، از الاكسترنال رياكشنز ار جيفن. شوف قال لك ايه؟ ذا اكسترنال رياكشنز. ليه اكسترنال؟ لان في ان عندك لينك ممبر. هنا كده في لينك ممبر. هو مش مديك الفورس فيها، بس هو مديك الاكسترنال ايه؟ الاكسترنال رياكشن. فلذلك تاخد بالك بقى هو هنا مديك ملحوظه اقراها كويس عشان انت حضرتك ما تضيعش وقت في الامتحان زي ما قلنا وتحسب الرياكشنز من الاول. طيب اول حاجه قبل ما نبدا في رسم نورمال او شير او بندنج، اي انترنال فورسز في لينك ممبرز عندك لازم تجيبها. تاني هقول اول خطوه في حل اي مساله فريمز تقابلك في الامتحان هيديك هو زي ما قلنا الاكسترنال ايه؟ رياكشنز، بس مش هيديك الانترنال. اي لينك ممبر عندك لازم تحسب له انت الاول الايه؟ الفورس فيه. ليه؟ عشان قبل ما تبدا في النورمال والشير والبندنج انت محتاج اصلا انترنال الفورس بتاعت اللينك، لان في الاخر دول انترنال فورس دايجرامز. فانت لو عندك اي حاجه ناقصه انترنالي فانت مش هتعرف تحل وترجع تاني تجيب اللينك الفورس في اللينك، ممكن تتلخبط بقى في الحل. فانت من الاول كده خليك منظم، هات الفورس في اللينك اي لينك عندك. طبعا هنا في المساله دي مفيش الا لينك واحد بس، هات الفورس فيه وبعد كده ابدا في حلك او في الرسم للنورمال والشير والمومنت. طبعا بيفضل طبعا تمشي نفس السيكونس ده اللي هو نورمال وبعد كده شير وبعد كده نورمال. طيب خد بالك المسائل زي ما قلنا عليها 27 درجه، عليها 15، عليها 20. هو الامتحان تقريبا بيبقى متوزع بالتساوي تقريبا، او على حسب طبعا رؤيه الدكاتره ان المساله دي كبيره شويه فيديها ويت اكبر في الدرجات. خلاص؟ طبعا انت بنظرتك في الامتحان تشوف الامتحان بتاعك او الاسئله بتاعتك درجات الويت كبير تبص فيها اكتر وبيبقى ليها اهميه اكتر. تعال نبدا كده المساله بتاعتنا زي ما قلنا اول خطوه نجيب الفورس في اللينك. طيب تعال نفكر كده قبل ما اخش في الاجابه، ازاي اجيب الفورس دي في اللينك؟ وقف كده الفيديو شويه وفكر ازاي تجيب الفورس دي. تمام؟ اتمنى تكون عرفت. فورس في اللينك، فورس في اللينك ده نجيبها ازاي؟ بالقطع. نقطع ازاي؟ لو احنا خدنا سيجما مومنت قطعنا كده من عند الجوين دي، ها اسفل الفريم، بص كده في الفريم ده وقول لي الاستاتيكال سيستم بتاعه ايه، يعني مين متحمل على ايه. الجزء ده كله كده السوليد ده لو بصيت شويه هتلاقي ان الانترميديت هينج دي تحت الجزء ده،
مش في وسطه، يعني دي مش انترميديت هنج ماسكه 3 ممبرز، دي انترميديت هنج ماسكه 2 ممبرز بس، فعندي الجزء ده متحمل على العمود ده. فانترميديت هنج دي لو فصلنا عندها تحت كده سيجما مومنت عندها كده تحت، هنقطع في اللينك، ولو قطعنا في اللينك الجزء ده كده كله هنلاقي ان عندنا الحاجه الوحيده اللي انون عندي هو اللينك ده، لان طبعا الرياكشنز كلها ايه؟ كلها جيفن. طبعا لو انت في مساله عاديه وبتحل وما عندكش الرياكشنز دي ما ينفعش تجيب الانترنال فورس في اللينك الا لما تجيب الاكسترنال رياكشنز، لانك لو قطعت اي قطعه هيبقى عندك مجال كتير. تعال نخش كده في الاجابه سريعا. فانا بقول لك فور لينك اول حاجه نظم ورقتك، ان اسيوم الفورس في اللينك ده. طبعا احنا دايما بنقسيوم الفورس تنشن، والله لو طلعت بوزيتيف يبقى تنشن، طلعت نيجاتيف يبقى ايه؟ كومبريشن، معناها ان عكس الفرض بتاعي ومفيش اي حاجه غلط ولا حاجه. عشان في ناس سالت كتير هو انا من الاول كده لازم افهم الفورس او اللينك ده شايل ضغط ولا شد؟ لا، ما تمشيش الكلام منطقي في دماغك، انت اسيوم ان هي على طول تنشن، وبعد كده بالحسابات طلعت معاك بوزيتيف معناها ان هي فعلا فرضك صح وطلعت تنشن، لو طلعت نيجاتيف يبقى فرضك كان غلط والمفروض تقول ان هو كومبريشن بس. طيب تعالى كده نمسك المساله دي كده بالراحه. قلنا ان هاخد سيجما مومنت عند الجوينت دي وسميناها ال. طبعا انت يفضل تسمي الجوينت بتاعتك كده عشان هو يبص على المساله بتاعتك. طبعا لو رسمت سكتش سريع يبقى ايه؟ يبقى افضل. خدنا سيجما مومنت عند البوينت ال لتحت بليو بتساوي صفر. بنطلع نبص كده الفورس بتاعتنا، لو احنا جبنا القلم بتاعنا احنا قطعنا كده الجزء ده، قطعنا كده ايه الجزء ده، وهناخد سيجما مومنت عند الجوينت دي ليه لتحت، فهيظهر معاك ايه؟ هيظهر معاك ال 3 طن دي، وهيظهر معاك ال 2 طن وال 2 طن وال 24 طن. وخد بالك انت قطعت في اللينك ممبر، فالفورس الانترنال بتاعته ظهرت اللي هي اف 1. طبعا اي حاجه مايله زي ما قلنا بنحللها في اكس وفي واي. الناس بقى الى حد ما بتتلخبط في التحليل ده، فتعالى كده نفهم التحليل ده جاي ازاي. لو بصيت تحت هتلاقي راسم لك مثلث، راسم لك كده مثلث بيوضح لك ايه؟ انا قطعت قطعه كده وكده، المثلث ده كده هو اللي بيجيب لك الزاويه دي، فانت طلعه بره لو عايز، او انت لو خلاص متعود على الحل مش محتاج تطلعه بره. طيب الراس ده طوله كام؟ طوله 2، والافق طوله كام؟ طوله 4. تمام؟ فيبقى عندك مثلث قائم، عندك الضلع ده ب 2 متر والضلع ده ب 4 متر من فيثاغورس، ممكن تجيب الضلع ده وبعد كده تجيب الزاويه، او اسهل على طول هات الزاويه دي ونقول ان تاني الزاويه سيتا بتساوي المقابل على المجاور، مقابل على مجاور. هتسمع مني الكلام ده كتير في الفيديو ده، هتسمع مني المقابل ومجاور ووتر، فان طبعا الكلام ده بتاع الرياضه بتاع ثانوي، اللي هو تاني الزاويه، تاني الزاويه بتساوي ايه؟ بتساوي المقابل على المجاور. يبقى 2 متر على 4 متر بتساوي تاني الزاويه، دخلها على الكالكوليتر كده واقول هتطلع كام. هتكتب على الكالكوليتر 2 على 4 بتساوي شيفت تان، هيطلع معاك الزاويه، طلعت معاك الزاويه 26.565، دي كده الزاويه بتاعتك. هات بقى بتاع الكوزاين بتاعتها والساين بتاعتها علشان تحلل الضلع بتاعك. فانت عارف بقى اف 1 انت فرضها تنشن بالمنظر ده، فهتتحلل هنا كوزاين مع الزاويه، وفي الاتجاه الثاني ساين، يبقى اف 1 ساين واف 1 كوزاين. طبعا الحاجه دي سريعه لو انت مش عارفها، دي عرفتها، بنطلع مثلث بره وبنحسم تاني الزاويه، وبعد كده بتجيب الزاويه تحسب لها الكوزاين والساين. طبعا يفضل تكتبهم كده تحت بعض، ان التان بيساوي كذا والكوزاين بيساوي كذا والساين بيساوي كذا، عشان ما تتلخبطش. كلها داتا ليك انت، قبل ما المصحح يشوف المساله بتاعتك وحلك ليها انت شخصيا بترتب الحل بتاعك عشان ما تتلخبطش. طيب فاحنا طالع السيتا بتاعتنا بالمنظر ده، والكوزاين والساين طلع بارقام، خلاص معاك ارقامها. فانت كده خدت سيجما مومنت عند الجوين دي اللي تحت، بقى عندك اف 1 ساين بتمر بالبوينت، خلاص مش هتاخدها معاك، وال 24 برضه لو خدت بالك ان 24 بتمر بنفس النقطه، في مش هتخش من الحسابات معاك. طب ايه اللي هيخش في الحسابات؟ ال 3 طن وال 2 طن والاف 1 كوزاين، وكل ده كل حاجه مضروبه في المسافه بتاعتها. يبقى 3 في 2 زائد 2 في 2 زائد، خد بالك ال 2 دي في ال 4 متر زائد اف 1 كوزاين في 2 متر، كل ده بيساوي صفر. هتودي كل الارقام دي الناحيه الثانيه وتقسم على 2 في كوزاين، يطلع الاف 1 بماينس 10.1. معناها ايه؟ ما دام طلعت الاشاره نيجاتيف كده يبقى كومبريشن، يبقى انت من الاول كان المفروض
تفرض الاف 1 دي كومبريشن. بس احنا قلنا ايه علشان ما تفكرش كتير في الامتحان، انت افرض كل حاجه تنشن، ولو طلعت بنيجاتيف يبقى كومبريشن، طلعت بوزيتيف تبقى تنشن. خلاص اول حاجه اول خطوه خلصناها اللي هي بتجيب كل الانترنال فورسز في الايه في اللينك ممبرز اللي عندك. تعال بقى نبدا في الحل نورمال وشير ومومنت بالترتيب كده. تعال نبدا اول حاجه النورمال فورس دايجرام. احنا كده هنرسم المساله قدامنا ونشوف كل الفورسز اللي عندنا. زي ما قلنا اف 1 طلعت كومبريشن، فبدل ما كان السهمين داخلين على بعض فهم طالعين من بعض، يعني كل سهم او كل قوه انترنالي بتضغط على الجوينت اللي هنا، وهنا برضه بيضغط على الجوينت اللي هنا، فده كده ضغط. اعملها لنفسك كده واكتبها لنفسك عشان برضه ما تتلخبطش. الاف 1 ساين طلعت ب 4.5 طن، والاف 1 كوزاين طلعت ب 9 طن، وكل الفورسز عندك هي بالمنظر ده. طيب تعالى بقى نجيب كده، انت حضرت كل السكتش بتاعك انك خلاص ترسم نورمال وشير ومومنت. تعالى كده نبدا النورمال. اول حاجه زي ما قلنا بنبدا من الشمال وبعد كده نمشي واحنا ماشيين لليمين. تعالى نبدا من الشمال كده، ايه الفورسز اللي عندك تعمل لك نورمال على الممبر ده؟ احنا قلنا النورمال يعني اكسيال فورس. اكسيال فورس يبقى اي حاجه داخله على الممبر او طالعه ايه او طالعه من الممبر. فال6 طن دي داخله على الممبر تعمل لك ايه؟ كومبريشن. يبقى الممبر ده شايل كومبريشن قيمته ماينس 6، تمام. وبعد كده هتبدا بقى على الجزء اللي هو الايه الانكلاين. اول ما يظهر جزء انكلاين معاك في المساله، يبقى انت قبل ما تبدا في رسمه نورمال او شير او مومنت، خد الجزء المايل ده بره كده وحط كل الفورسز اللي عليه، وابدا حلل كل الفورسز اللي في اكس وفي واي، حللها في اتجاه الممبر وعمودي على الممبر. تاني هقول نفس الكلام، عندك مساله اول ما تبص لها كده، وغالبا هو ده اللي بيحصل، الدكاتره بتحب تجيب الفريمز معظمها فيها اجزاء مايله لان الناس بتتلخبط. اي اجزاء مايله خد الممبر المايل بره كده المساله، ارسمه لوحده، هات لي كل الفورسز اللي عليه. طبعا لو انت بادئ من الشمال خلاص هات الفورسز كلها اللي من الشمال هنا حطها عليه، وحلل كل الفورسز دي في اتجاه الممبر واتجاه عمودي على الممبر. طبعا باستخدام ايه؟ باستخدام الزاويه اللي هي زاويه ميل الممبر ده على الايه على الافق. طبعا نفس الكلام، عندك زاويه سيتا، هات انت الضلع ده طوله كام؟ طلع 4 متر. طبعا الكلام ده من المساله، يعني هو ده كله جيفن في المساله. طول الضلع ده كده الراسي ده 4 متر، وطول الضلع الافقي ده 3 متر، تمام. يبقى خلاص هنجيب مثلث عمودي بالمنظر ده، هات تاني الزاويه دي 4 على 3، طلع الزاويه دي ب 53.13. طبعا الزاويه دي هتلاقي الكوزاين بتاعها هات الساين بتاعها واكتبها كده بالترتيب عشان ما تتلخبطش. طيب يبقى انت كده جهزت الممبر ان هو خلاص ايه هتجمع كل الفورسز باستخدام الزاويه، تحللها في اتجاه الممبر واتجاه عمودي على الممبر. فتعالى كده فور انكلاين ممبر، طبعا هتكتب نفس الخطوات كده بنفس الترتيب، دي ترتيبه الامتحان بتاعك. هتجيب الممبر بتاعك تحط عليه كل الفورس، عندك 8 طن وعندك 16 طن متر مومنت كونسنتريتد، وعندك كده الفورسز على الجوينت دي. تعالى كده نرجع للمساله تاني، الجوينت دي كده هي بدايه ميل الممبر، جمع عليها كل الفورسز من الشمال، عندك 4 طن راسيه و14 طن راسيه، بس هما الاثنين في اتجاهين مختلفين فهيطرحوا، يبقى 14 ماينس 4 طلعت 10 طن في اتجاه ال 14 يعني طالعه لفوق. نفس الكلام 6 طن داخله على الجوينت، يبقى انت عندك تجميع الفورسز اللي هنا 10 طن راسيه لفوق و6 طن افقيه للاتجاه اليمين، فهتلاقي فعلا اهو 6 طن وال10 طن. تعالى بقى نركز عشان في ناس كتير جدا طلبوا مني افهمهم موضوع الزوايا عشان بيتلخبطوا فيه. حضرتك اول ما ترسم الانكلاين ممبر بتاعك هتحط عليه ثلاث اضلاع او ثلاث خطوط داشت، ارسم كده رسمه عليها الانكلاين ممبر بتاعك وعليها ثلاث خطوط داشت. ايه هما الثلاث خطوط؟ خط افقي من عند النقطه، النقطه دي اللي هي ايه؟ نقطه بدايه الايه الميل. هترسم خط افقي داشت وخط راسي داشت راسي وخط عمودي على الممبر، ثلاث خطوط. هقول تاني، خط افقي وخط راسي وخط عمودي على الممبر، ماشي كده. وهتمد النقطه دي هتمد لها خط كده معاها، فاحنا لو قلنا هما كام خط بالظبط؟ هما اربعه، خط افقي وخط راسي وخط عمودي على الممبر وخط كده مع الممبر جاي من عند النقطه كده. خلاص اول حاجه زي ما قلنا احنا جبنا الزاويه سيتا دي، زاويه سيتا دي جبناها منين؟ زي ما قلنا في اربعه و3 متر راسي وافقي وجبنا لها الزاويه. طيب تعالى بقى
نرجع كده بالرياضة ورا شوية. والله انت فاكر لما قلنا اي زاوية بنقول ان في طريقة كده، بنقول ان في حاجة اسمها زاويتين دول بتساووا بعض بالتداخل بالرأس. يعني ايه بالتداخل بالرأس؟ تعال نجيب قلم كده. الضلع ده احنا مديناه على ايه؟ على استقامته اهو، والضلع ده افقي ده اهو، الزاوية دي والزاوية دي مش هما الاتنين كده مشتركين في نفس الضلعين؟ خلاص، ما هو بالتقابل بالرأس يبقى دي بتساوي دي، خلاص يبقى دي هنا كمان اسمها ايه؟ اسمها سيتا. طيب ايه كمان؟ خد بالك اي ممبر عندك او اي ممبرين كده عمودين على بعض بيعملوا زاوية اسمها سيتا وزاوية اسمها 90 ناقص سيتا. يعني الزاوية دي لو قسمناها نقول ان هي 90 خلاص ماينس السيتا. تاني، الممبر ده والممبر ده، الممبر ده والممبر ده عمودين على بعض، صح كده؟ خلاص تمام. لو الزاوية دي اسمها سيتا يبقى الزاوية دي اسمها ايه؟ اسمها 90 ناقص سيتا. طيب تعالى كده نمسك الممبر ده والممبر ده، مش برضو دول عمودين على بعض؟ لما دي كانت 90 ناقص سيتا يبقى الزاوية دي اكيد ايه؟ اكيد 90، اكيد ايه؟ اكيد سيتا، لان الزاوية دي اللي بين الضلع ده الافقي والضلع الرأسي لازم تكون ايه؟ 90. فالزاوية كلها 90 درجة، وفي منهم زاوية اسمها 90 ناقص سيتا، يبقى الزاوية التانية اسمها ايه؟ اسمها سيتا. تعالى كده نطلع بره تاني لو حد ما فهمش. عندي ضلعين عمودين على بعض، لازم تكون الزاوية بينهم ايه؟ 90. لو انا قاسم التو ممبرز دول بزاويتين، زاوية منهم اسمها 90 ناقص سيتا، يبقى الزاوية اسمها التانية ايه؟ التانية اسمها سيتا، لان اكيد 90 ناقص سيتا زائد السيتا، السيتا هتروح مع السيتا، يبقى مجموع الزاويتين ايه؟ ب 90 درجة. طيب سريعا بقى، بدل ما نعمل كل الشغل ده في الامتحان، بقول لك ان انا لو عندي الزاوية دي سيتا وانا مقسم او راسم ثلاثة ممبر زي ما قلت لك، افقي ورأسي وعمودي على الممبر، فتمسك الزاوية دي سيتا خلاص جبتها، سيب زاوية وامسك الزاوية الثانية قول اسمها سيتا، سيب زاوية وقول الزاوية الثانية اسمها سيتا، سيب زاوية ويبقى الزاوية الثانية اسمها سيتا. تاني هقول، لو انا عندي زاوية كده اسمها سيتا وانا مقسم عندي الاضلاع او راسم عندي ثلاثة ممبرز داش كده بالمنظر ده، واحد افقي واحد رأسي واحد عمودي، واحد تاني واحد رأسي واحد افقي واحد عمودي على الممبر، وانا عندي الزاوية دي سيتا جبتها في بداية الحل خالص من المثلث ده 4 و3 متر، خلاص يبقى دي اسمها سيتا، سيب زاوية والتانية يبقى اسمها سيتا، سيب زاوية والزاوية التانية يبقى اسمها سيتا، نفس الكلام هنا، سيب زاوية والزاوية دي اسمها سيتا. خلاص دي طريقة سريعة كده علشان تحلل او تجيب الزوايا بتاعت الفورس بتاعتك. طب انا بعمل ده كله ليه؟ علشان هنا الستة طن دي افقية، انا في الاخر عايز احللها في اتجاه الممبر واتجاه عمودي على الممبر. الستة طن دي داخلة على الجوينت، داخلة على الجوينت. تعالى كده نجيب قلم. الست طن دي اتجاهها ايه؟ داخلة على الممبر زي ما هي مرسومة كده. لما اجي احللها برضو احللها في اتجاهين ولكن برضو لازم هما الاتجاهين دول يكونوا داخلين على الجوينت. يعني الست طن داخلة على الجوينت، لما اجي احللها في اتجاه عمودي هيطلع برضو داخلة على الجوينت، لما اجي احللها في اتجاه الممبر نفسه برضو هيبقى في اتجاه الجوينت. طيب انا عايز اجيب الفورسز دي، يبقى انا محتاج زوايا علشان احلل الزاويه او الفورس الستة طن. فانا جبت الزاويه سيتا، يبقى الستة طن لو انا عايز احلل هلاقي هنا في الاتجاه ده 6 كوزين السيتا، 6 كوزين السيتا، وهنا 6 ساين السيتا. طبعا الفورسز اللي بالزرقاء دي هي الفورسز اللي هي قيمتها ايه او التحليل الستة طن، والفورسز اللي بالبرتقاني دي هي ناتجه من تحليل قيمه العشرة طن. تمام. طيب يبقى الستة ساين سيتا. ليه ساين؟ لان هي الزاوية بتاعتك هنا في الاتجاه ده، فلما تيجي الستة طن تتحلل الزاوية اللي جنبها على طول تتحلل في كوزاين، والزاوية اللي ما فيهاش سيتا يبقى التانية ايه؟ التانية ساين. واخد بالك؟ دي سيتا يبقى ستة كوزاين وستة ساين. نفس الكلام في العشرة طن، جنبها زاوية سيتا يبقى هنا تحلل 10 كوزاين و10 ساين. هنا كده 10 ساين وهنا 10 كوزاين. خلاص؟ خلاص يبقى انا عندي كده الجوينت دي متجمع فيها 4 فورسز بالمنظر ده، هنجمع جمع جبري عادي جدا كل فورس باتجاهها وبالقيمه بتاعتها. يعني عندك هنا 8 طن وعندك هنا 3.6 طن، اجمعهم على بعض يطلع 11.6. خد بالك ان السهمين هما الاتنين داخلين على الجوينت، فلذلك جمعناهم باشارتهم موجبه. ولكن خد بالك بقى في اتجاه عمودي على الممبر،
هنا 4.8 من عشرة وهنا 6، بس هما الاثنين لو خدت بالك السهمين عكس بعض، فلما نيجي نجمع هيبقى 6 في الاتجاه ده ماينس 4.8 عشان الاتجاه عكس اتجاه الستة، فيطلع 1.2 من عشرة طن. تاني، اي ممبر مايل في الفريمز اللي هتقابلك في الامتحان، خد الممبر بره كده وزي ما انا عامل بالظبط، خد الممبر حط عليه كل الفورسز وحللها في اتجاه الممبر واتجاه عمودي على الممبر، وفي الاخر هات لي كده قيم عشان تشتغل بيها النورمال والشير بتوعك. خد بالك دي اول خطوة، انا مسكت الجوين دي اللي هنا كده وجبت لها كل الفورسز بالتحليل. تعال بقى نمسك كل الفورسز اللي على الانكلاين ممبر بتاعك وتحللها برضو في اتجاه الممبر واتجاه عمودي على الممبر. في ايه الفورسز اللي عندك؟ التمانية طن. فتعال الخطوة اللي جاية على طول هنمسك التمانية طن ونرسم نفس الداشد لاينز. ايه هما التلاتة داشد لاينز؟ اول لاين افق، اول لاين افق، تاني لاين رأسي هيبقى مع التمانية طن كده، تالت لاين اللي هو عمودي على الممبر. زي ما قلنا بقى بالتداخل بالرأس، الكلام ده بتاع الرياضة بقى، بالتداخل بالرأس احنا قلنا الزاوية دي اسمها سيتا، نفس الممبر ونفس الافق بتاعك بالتداخل بالرأس، السيتا دي هي السيتا دي خلاص كده، فالزاوية دي خلاص جبناها ان اسمها سيتا، اسمها سيتا. نفس الكلام بقى زي ما قلنا هتسيب زاوية ويبقى الزاوية التانية سيتا، فقلنا اهو الرأسي مع الافق ب 90 درجة دي سيتا، يبقى دي 90 ناقص سيتا. طيب الضلع المايل ده مع الضلع العمودي عليه بيكون زاوية 90، فدي 90 ناقص سيتا يبقى دي سيتا. خلاص الكلام ده بقى نحفظه، ان نمسك سيتا الزاوية اللي بعدها نسيبها ونمسك التانية تبقى سيتا على طول. تمام، ال 8 طن دي هنحللها خلاص زي ما قلنا في اتجاه عمودي واتجاه الممبر، يبقى 8 طن في سيتا يبقى 8 كوزاين سيتا طلعت ب 4.8 من عشرة، 8 طن في ساين سيتا يبقى 6.4 من عشرة. يبقى انت كده حللت كل الممبرز بتاعتك في اتجاه الممبر واتجاه الايه؟ العمودي على الممبرز. خلاص انت كده تقدر ترسم نورمال وشير للقيم او الممبر الايه؟ المايل اللي عندك. لو احنا رسمنا النورمال، تعالى كده نشوف النورمال عندك رسمته ازاي؟ احنا قلنا النورمال فورس هو اكسيال فورس، يعني اي فورس داخله على الممبر او خارجه من الممبر. فال11.6 من 10 اللي احنا كنا جايبينها هي داخله على الممبر، فهتطلع 11.6 من 10 طبعا حالتها ايه؟ كومبريشن، فلذلك رسمنا ايه؟ لازم ترسم نيجاتيف كده، لازم تحط الفورس واشارتها. طيب في 11.6 من 10 نيجاتيف، وبعد كده تفضل ماشي على الممبر لغايه ما تقابلك اي حاجه تغير حالتك، يعني اي حاجه تغير قيمه ال 11.6 من 10 دي. ايه الفورسز اللي هنا كده على الجزء المايل؟ هي كمان بتعمل نورمال سواء كومبريشن سواء تنشن على الممبر، هو ال 6.4 من 10. فوالله 11.6 من 10 تفضل ماشي بيها لغايه ما تقابل ال 6.4 من 10، يبقى 11.6 ماينس 6.4 هتنزل القيمه دي فلغايه توصل 5.2 من 10. يبقى قيمه الدروب دي كام؟ هي 6.4 من 10. يبقى 11.6 عند النقطه دي تطرح منها 6.4 من 10 توصل عند النقطه دي بكام؟ ب 5.2 من 10 وتفضل ماشي لغايه نهايه الممبر. فهمنا يعني ايه انكلايند ممبرز ونتعامل معاه ازاي؟ لو انت ما فهمتش قوي حاول توقف الفيديو هنا وارجع بيه تاني لغايه بدايه تحليل الزاويه سيتا وازاي بنحصل على الفورسز من التحليل. نخش بقى في المساله بتاعتنا نورمال فورس دياجرام. تعال نرسم على طول زي ما قلنا، نرجع للمساله تاني. عندك فورس هنا 6 طن بتعمل كومبريشن على الممبر ده، فنرسم هنا 6 طن على الايه؟ على الضلع ده، وقيمتها كومبريشن او الاتجاه بتاعها وشريطها نيجاتيف. احنا قلنا بقى النقطه دي نقطه بدايه الميل بتاعي، وهنرسم النورمال بتاعي زي ما قلنا بالقيمه دي 11.6 من 10 وبعد كده 5.2 من 10، 11.6 من 10 وبعد كده هننزل قيمه 6.4 من 10 فنوصل عند الجوين دي على الضلع المايل ب 5.2 من 10. خلاص بقى نكمل المساله بتاعتنا عادي. لو بدانا من العمود ده خلاص احنا وصلنا لغايه النقطه دي، لو عايزين نبدا من اي بدايه اخرى او من اي نقطه اخرى سهله بالنسبه لنا ولنكن مثلا نقطه السبورت ده، عندك السبورت بتاعك عليه رياكشن قيمته 24 طن والرياكشن قيمته 2 طن. ركز كده ايه الرياكشنز اللي فيهم اللي بتعمل نورمال على العمود الراسي اللي هي الحاجه الاكسيال فورس، الحاجه اللي داخله او خارجه من الممبر اللي هو ال 24 طن. 24 طن داخله على الممبر فهي بتعمل ضغط، فهنرسم 24 طن
داخله على الممبر بالمنظر ده وكمبريشن، فلازم نوضح ان هي ماينس. فهنرسم ال 24 طن لغايه ما نوصل عند الضلع اللي هو ايه الضلع الافقي ده. خد بالك اول ما توصل عند الضلع الافقي ده او اول ما توصل عند اي كونكشن بعد كده اقف عندك وحاول تحسب نورمال تاني عشان ممكن يحصل فيه تغير عند اي جوينت هتقابلك. فتعالى كده نمسك الجوينت دي. والله الجوينت دي انا اول ما وقفت عندها كنت واصل ب 24 طن نازله او واصله منين؟ من الرياكشن ده 24 طن. فضلت ماشي لغايه ما قابلني الجوينت دي. شوف بقى اي فورس هتغير قيمتي او قيمه ال 24 طن. والله ال 24 طن هي داخله على الممبر او اكسيال فورس مع الممبر ده. هات لي اي فورسز بقى بتعمل لي اكسيال فورس برضو عند الجوين دي. طب ايه الاكسيال فورس اللي بتعمل لي شير او بتعمل لي سوري نورمال على الممبر الراسي ده؟ لو انا بصيت على تحليل الاف 1 بتاع اللينك ممبر اف 1 ساين اللي هي 4.5 دي بتعمل فعلا فورس في اتجاه الممبر فهو يعني اكسيال فورس يعني بيعمل لي نورمال فورس. خد بالك من اشارتها لان ال 4.5 دي نازله مش طالعه وال 24 طن دي كانت طالعه فالاتجاهين عكس بعض، لذلك ال 24 دي هيطرح منها 4.5. خد بالك مش بس كده، في كمان ممبر افقي هنا عندي جمع لي بقى كل الفورسز اللي جايه من الضلع الافقي ده اللي بتعمل لي اكسيال فورس على الممبر الراسي اللي هو ايه؟ ال 3 طن، لان ال 2 طن عموديه على الممبر ده. فاي فورس عموديه على الممبر بتعمل شير ما بتعملش نورمال، لكن ال 3 طن هي هتبقى في اتجاه الممبر يعني بتعمل لي نورم. فلذلك بقول لك ال 4.5 طن نازله لتحت وال 3 طن برضو نازله لتحت مجموعهم ب 7.5 طن عكس اشاره ال 24، يبقى 24 ماينس 7.5 فهجيب لك والله القيمه اللي هنا وقيمتها 16.5 طن. يبقى تاني رسمت ازاي الضلع ده، جبت الاول 24 طن وبعد كده وقفت عند الجوين دي وشفت اي فورس بتعمل لي اكسيال فورس على الممبر الراسي ده، فلقيت والله ان عندي من اللينك ممبر ده الاف 1 ساين 4.5 طن نازله لتحت، وعندي عند الجوين ده عند الجوينت دي كده في ممبر افقي اخرها في 3 طن، ال 3 طن برضو نازله او بتعمل لي اكسيال فورس على الممبر الراسي، ف 3 زائد 4.5 7.5، اطرح ال 7.5 من قيمه ال 24 طن هيجي لك ال 16.5. يبقى ال 16.5 دي خلاص عرفنا نحسبها. تعالى برضو نمسك الضلع الافقي ده، احنا دايما بنمسك الاضلاع الايه السهله ونرسمها ايه الاول. الاضلاع الضلع الافقي ده لو احنا رجعنا للمساله تاني، الضلع الافقي ده على 2 طن اكسيال فورس، هو ال 2 طن هي اللي بتعمل اكسيال فورس، لكن ال 3 طن بتعمل ايه؟ بتعمل شير. ليه؟ لان الاثنين داخله على الممبر والثلاثه عموديه على الممبر. يبقى 2 طن بتعمل كومبريشن عند ايه؟ على الضلع الافقي. يبقى احنا رسمنا ال 2 طن دي كومبريشن جايه على الضلع الافقي ده. يبقى احنا رسمنا خلاص الجوينت دي، رسمنا لها الضلع الافقي والضلع الراسي ده و 16.5 وال 24 طن كلهم رسمناهم. نيجي بقى على اللينك ممبر. طبعا احنا عارفين اللينك ممبر اصلا وظيفته ايه؟ ان هو يشيل اكسيال فورس، يعني هيشيل نورمال. الفورس في الايه؟ في اللينك ممبر اللي احنا حسبناها في بدايه المساله كانت 10.1 كومبريشن، فنرسمها زي ما هي 10.1 بالمنظر ده. هنطلع فوق بقى عند الجوينت دي وتعالى كده نركز فيها. الجوينت اللي هي عند تقابل الضلع الراسي مع الكاميرا دي. الجوينت دي عندها جايه في 2 طن من هنا 2 طن من هنا وراسي من فوق كل القيم اللي جايه من فوق. فتعالى كده نمسك الضلع الاول، الضلع اللي هو الافقي ده عليه برضو 2 طن داخله كده كومبريشن، فهتعمل كومبريشن فورس بقيمه 2 طن. فلذلك لو بصينا في المساله هتلاقي 2 طن هنا كده كومبريشن جاي من الفورس اللي هي 2 طن هنا. يبقى احنا كده خلاص رسمنا كل النورمال فورس دياجرام، رغم ان لسه ما رسمناش قيمه النورمال على الضلع الافقي ده. فتعالى كده نركز ازاي نرسم الجزء ده. هو ده دايما الناس اللي بتتلخبط في المساله بتاعت الفريمز بتتلخبط في الاجزاء المايله والجزء اللي هو بيكون افقي كده ومحصور داخل الفريم. اي جزء بالمنظر ده حضرتك لازم تجمع كل الفورسز يا اما من الشمال يا اما من اليمين، الفورس اللي بتعملي اكسيال فقط. لازم حضرتك تجمع لي كل الفورسز اللي هنا من ناحيه الشمال
او من ناحيه اليمين، والفورسز ايه اللي بتعمل لي اكسيال فورس فقط. طب ايه الفورسز دي؟ تعال كده نبص على المساله تاني ونبص ونشوف ايه هي الفورسز اللي بتعمل لي اكسيال فورس عند الجوينت اللي هي بدايه الضلع الافقي. والله انا عندي كل الفورس من الشمال افقيه عندي 6 طن، وبعد كده لو رجعنا كل ده فورسز راسيه، فتعالى نوصل لغايه الجوينت دي هنلاقي عندك قيمه جايه من الاف 1 او تحليه الاف 1 اللي هي اف 1 كوزاين السيتا 9 طن، بس اتجاهها عكس، او لو احتورنا احنا عندنا على كده ده كده الاكس بتاعك، فبنقول ان ال 6 طن دي في اتجاه الاكس، ولكن ال 9 طن هنا اتجاهها ايه؟ اتجاهها نيجاتيف الاكس، يبقى ماينس اكس وبوزيتيف اكس. يبقى خد بالك بقى ال 9 طن اتجاهها كده وال 6 طن اتجاهها كده، فالاثنين بيطرحوا من بعض 9 ماينس 6، فينتج في الاخر فورس قيمتها 3 طن. مظبوط كده؟ تمام. ال 3 طن جايه منين؟ جايه من 9 ماينس 6، واتجاهها جاي منين؟ جايه مع قيمه الفورس الكبيره اللي هي 9. طيب لو احنا وقفنا عند الجوينت دي كده، هي ال 3 طن دي بتعمل ايه للجوينت دي؟ بتعمل لها تنشن ولا كومبريشن؟ والله بتعمل لها تنشن. يبقى 3 طن هترسم هنا تنشن فورس عند القيمه او الضلع ده 3 طن، وبالطبع ايه؟ اشارتها بوزيتيف. يبقى ال 3 طن دي تنشن، عرفنا طبعا قيمتها، قيمتها جت ايه؟ منين؟ تعالى بقى دلوقتي نرسم الشير فورس دياجرام، برضو نحط الفورسز قدامنا، الفورسز اللي بتعمل لنا ايه؟ بتعمل لنا شير على الممبرز المختلف. اول حاجه الممبر الافقي ده احنا عليه 4 طن، واحنا بنرسم من الشمال يبقى 4 طن شمال ونازل، يبقى ننزل معاه يبقى 4 ونرسمها بالمنظر ده، يبقى 4 طن كده شمال ونازل فننزل معاه. وبعد كده يقابلني بقى الضلع المايل، واحنا خلاص عرفنا نحلل الفورس بتاعته ازاي، فحللناها طلع ان الفاينل بتاعنا 1.2 طالع يمين شمال شمال وطالع، فنطلع معاه قيمه ال 1.2، نطلع معاه قيمه ال 1.2. وبعد كده نفضل ماشيين كده على الممبر المايل لغايه ما تقابلنا اي فورس، سواء فورس جاي من ديستريبيوتد لود او فورس جايه من كونسنتريتد لود. لو الفورس والله جايه من كونسنتريتد لود فهتمشي بالخط بتاعك افقي، سوري هتمشي معاك الخط بتاعك كده موازي للممبر بتاعك، ولكن هتمشي بيه سوليد بالمنظر ده، هتفضل ماشي بيه سوليد لان مفيش اي حاجه في الحته دي كده بتغير لك حاله الشير، مفيش اي فورس هنا كده بتغير لك ايه؟ بتغير لك قيمه الشير. ولكن عند النقطه دي في كونسنتريتد لود قيمتها 8 طن، واحنا حللناها في اتجاه عمودي على الممبر واتجاه الممبر، فاتجاه العمودي على الممبر قيمته 4.8. طيب يبقى انت هتقف هنا كده بال 1.2 وشمال ونازل 4.8، يبقى 1.2 ماينس 4.8 هيوصل لك ل 3.6 لتحت الممبر بالمنظر ده، وبعد كده تفضل ماشي سوليد لغايه ما تقفل لنهايه الانكلاين ممبرز. فهمت بقى ايه فايده انك تخرج او تخرج كده الانكلاين ممبر بتاعك بره المساله وتقعد تحللها الاول؟ الكلام ده كله هيقعد يسهل عليك تماما المساله بتاعتك. وصلت لغايه هنا عند الجوينت دي، طبعا زي ما قلنا جمع كل الفورسز اللي بتعمل لك شير على النقطه دي. طيب ايه الفورس اللي بتعمل لك شير؟ تعال نجمع كده اي حاجه راسيه اللي هي 4 طن و14 طن و8 طن وهنا في 7 طن. تعال نجمعهم كده، هات كالكوليتر 14 طالعه لفوق، اطرح منها 4 يبقى 10 طن، 10 طن طالعه، بعد كده اطرح منها 8 يبقى في 2 طن طالعه، و2 طن طالعه ومعاها قيمه 4.5 طن اللي هي جايه من اللينك ممبر، يبقى كام؟ يبقى 6.5 طن، وهكذا لغايه ما توصل للنقطه دي. فتعالى كده نحسبها تاني من الاول، يبقى 4 طن وهنا 14 طن، 14 طن ماينس 4 ب 10 طن طالعه لفوق، 10 ماينس 8 ب 2 طن برضه طالعه لفوق، وبعد كده 4.5 طالعه مع ال 2 طن اللي طالعين يبقى 6.5 طن، وبعد كده في 7 طن هنا، 7 طن هنا نازله لتحت، يبقى 7 ماينس 6.5 يبقى قيمتها نص، والنص دي مع السبعه
لان السبعه هي اللي قيمتها كانت كبيره، فالنص دي ترسمها مع السبعه، والسبعه كانت نازله لتحت شمال ونازل، يبقى النص برضو تبقى ايه؟ تبقى شمال ونازل، فتنزلها كده نص، وبعد كده تمشي تفضل ماشي لغايه ما يقابلك اي فورس بتغير قيمه الشير بتاعتك. ايه الفورس اللي بتغير قيمه الشير عندك في الضلع ده؟ لغايه ما انت ماشي لغايه هنا الديستريبيوت لود مفيش اي حاجه بتغيرك. اول ما توصل عند الديستريبيوت لود هنا تقف. نفتكر بقى مع بعض رسمه الشير فورس دياجرام لضلع عليه ديستريبيوت لود مستطيل بالمنظر ده. طيب افتكر كده معايا، بنقف هنا كده، وبعد كده بنمشي دوتد افقي او موازي للممبر بتاعك لغايه ما تقابلك الكونسنتريتد لود اللي هو متحول من ديستريبيوتد اللي هو 4، وهنا 2 متر يبقى 8، 4 في 2 ب 8، بتمشي داشد كده او دوتد لغايه ما تقابل ال 8 طن، تنزل قيمتها دوتد برضو، وبعد كده تمشي لغايه ما تقفل الممبر بتاعك بالمنظر ده كده. اول ما تقف هنا عند بدايه الديستريبيوت لود تمشي دوتد لغايه ما تقابل الكونسنتريتد لود اللي قيمته 8 طن، هتنزل الدوتد بتاعته قيمتها 8 طن، الدروب ده قيمته 8، وبعد كده تمشي برضو موازي للممبر لغايه ما يقابل او يخلص ايه؟ تخلص الممبر بتاعك. طيب القيمه هنا كام؟ كانت نص طن، وبعد كده نزلت قيمه 8 طن، فلذلك لما توصل عند النقطه دي يبقى قيمتك كام؟ قيمتك 8.5 طن. طيب ال 8.5 طن دي هيقابلك ايه بعد كده؟ تعال نرجع للمساله تاني. اول ما توصل هنا عند نهايه الممبر هيقابلك اي رياكشنز بقى جايه من الفيرتيكال ممبر بتاعك. الفيرتيكال ممبر بتاعك لو خدت بالك ايه القيم اللي ممكن تعمل شير على الجزء الافقي وجايه من تحت؟ ال 24 طن فعلا هتعمل لك شير على النقطه او على الجزء الافقي. طيب جمع بقى وانت ماشي 24 طن، وبعد كده هيقابلك جزء افقي عليه 3 طن هنا، ال 3 طن دي عملت نورمال على الفيرتيكال ممبر، ولكن هتعمل ايه؟ هتعمل شير على الممبر الهوريزونتال ده. يبقى 24 طن ماينس 3 طن يبقى 21 طن، وبعد كده وانت طالع لسه هيقابلك الجوينت اللي هي او الفورس اللي جايه من اللينك ممبر اللي هي 4.5 طن، اطرح برده كمان يبقى 24 ماينس 4.5 ماينس 3، هتوصل في الاخر قيمتك ل، تعال نحسبها مع بعض كده، 24 ماينس 4.5، هات كالكوليتر، 24 ماينس 4.5 ماينس 3، القيمه دي كلها 16.5، 16.5. خد بالك بقى، يبقى انت عند الجوينت، عند الجوينت هنا انت كان اصلا قيمتك 8.5، وبعد كده 8.5 دي خد بالك ان هي كانت تحت، لازم تطلع 16.5، يبقى 16.5 ناقص 8.5 هتطلع فوق الممبر بكام؟ ب 8 طن. خد بالك بقى، خلاص انت كده خلصت تقريبا 8 طن لغايه النقطه دي، وبعد كده هيقابلك ديستريبيوت لود وقيمه الكونسنتريت بتاعتك 8، هتفضل ماشي دوتد مع الممبر زي ما قلنا قبل كده، وبعد كده توصل للصفر، وبعد كده توصل الى نهايه الممبر اللي هو صفر عند النهايه. يعني قيمه لازم تلاقيها في الاخر كده، تشيك على نفسك قيمه الشير فورس عند الجوينت دي او عند البوينت دي بصفر. خد بالك احنا لسه ما رسمناش الفيرتيكال في الشير. طيب تعالى كده نرجع للمساله تاني، ال 2 طن وال 24 طن عند السبورت هنا، انهو فورس فيهم بتعمل لك شير على الفيرتيكال ممبر ده؟ ال 24 قلنا بتعمل نورمال، يبقى ال 2 طن بتعمل شير. انت دلوقتي بترسم يمين، فيمين ونازل، فبتطلع قيمه ال 2 طن، يبقى 2 طن بدل ما هي كانت نازله ترسمها طلع. بعد كده تفضل ماشي على الفيرتيكال ممبر بتاعك لغايه ما يقابلك اي حاجه تنزلك او تطلعك، هتلاقي ال 2 طن بتاعتك دي بتعمل لك شير على الممبر الفيرتيكال، ف 2 طن هتنزلك قيمه ال 2 طن اللي انت كنت اصلا طالع بيها. وبعد كده خد بالك معايا، قيمه ال 9 طن دي اللي هي جايه من تحليل الاف 1 اللي في اللينك ممبر، 9 طن بتعمل لك برده شير على الممبر الفيرتيكال، يبقى 2 و2 قيمتهم 4. هنا ال 9 طن دي عكس ال 4 طن، فلذلك يمين ونازل تطلع قيمة 5 طن، 9 ماينس 4 ب 5. فلذلك ترسم ال 5 وبعد كده تقفل الشير بتاعك. ففهمت كده دلوقتي قيمة ال 5 دي جت منين؟ قيمة ال 5 طن دي
جايه من 9 طن من اللينك ممبر في اتجاهها ناحيه اليمين. لو جبنا القلم كده اهو، هنا كده جايه 9 طن، وهنا كده جايه 2 طن، وهنا اصلا انت كنت طالع ب 2 طن، ف 2 و 2 هنا 4 وبيعكسوا منها 9 طن، فلذلك الفاينل منهم 5 طن واتجاهها مع اتجاه التسعه، والتسعه دي كنا بنرسم من اليمين فيمين ونازل، فاحنا نطلع قيمه الخمسه طن ونقفل الشير بتاعنا. تعالى بقى نخش في رسمه البندنج مومنت دياجرام، والرسمه دي هتكون سريعه بقى شويه. عندك المساله اهي، احنا قلنا ان احنا بنبدا الفورس بتاعتنا او المومنت بتاعنا من اسهل جهه احنا بنبدا منها، يعني انت لو بدات من الشمال هيكون سهل بالنسبه لك. طيب هنا كده كانتليفر 4 طن في 2 يبقى 4 في 2 على طول ب 8 طن، والجوينت دي لازم يحصل لها اكوليبريم، فتلاقي ان 8 طن كانت الاول عموديه على الممبر الافقي، لازم من الاكوليبريم على طول تعمل 8 طن في نفس اتجاه ال 8 طن الاولانيه ولكن بقيمتها، يبقى عكس الاتجاه ولكن بقيمتها. لو انت خدت القلم كده هتلاقي ال 8 طن المومنت 8 متر طن اللي جاي على الجزء الافقي كان شكله كده، لازم انت من الايكوليبريم تعمل مومنت مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، فلازم تعمل هنا ده كان انتي كلوك وايز، هتعمل انت مومنت هنا كده بس يكون ايه كلوك وايز، طبعا نفس القيمه. طيب وتفضل ماشي على الممبر المايل بتاعك ده لغايه ما تقابلك اي حاجه تغير قيمه المومنت، فوالله لقيت كونسنتريتد مومنت، فلازم تحسب قبله وتحسب بعده. حسبنا قبله هتطلع ايه قيمة 5 متر طن، طبعا انت بالكالكوليتر دلوقتي احسب 4 في القيمة هنا او البعد هنا كده 4 او 2 متر هنا وهنا في 1.5 يبقى 3.5، يبقى 4 في 3.5 ماينس 14 في 1.5 زائد ال 6 ما تنساهاش في 2، كل ده يجيب لك 5 متر طن عند النقطة دي. كده سيجما مومنت جاست بيفور ال 16 متر طن. طب جاست افتر المومنت الكونسنتريتد لازم برضه تحسب عنده، هتعمل دروب قيمته 16 متر طن اللي هو القيمه دي، فقيمه الدروب دي كده 16، يبقى 16 سوري من هنا كده 16 من الخمسه تطلع 11، خلاص كده يبقى النقطه دي كده عندها 11 متر طن ولكن اترسمت ايه بقيمه الدروب ده. وصلت عند ال 11 خلاص، هتوصل بقى من ال 11 للنقطه دي كده، احسب لي مومنت عند الجوينت دي. ليه؟ لازم قبل ما توصل القيمة هنا بالقيمة هنا لازم تكون عارف قيمة المومنت هنا. مش مهندس ده هنا في انترميديت هنج، يعني هنا المومنت بصفر، ازاي حضرتك ترسم لي هنا 2 متر طن يعني هنا في قيمة للمومنت عند الانترميديت هنج؟ خد بالك هي دي النقط اللي الناس بتغلط فيها. لو خدت بالك من الاول انا قلت لك الاستاتيكال سيستم ده تحميلته عاملة ازاي، شايف الانترميديت هنج دي هي ليه مش داخلة في الممبر؟ أو ليه مش داخلة هنا في النص؟ لو داخلة في النص هنا يعني هي رابطة كام ممبر ببعض؟ تلاتة، ولكن هنا لو خدت بالك هي رابطة اتنين ممبرز بس ببعض، الممبر الأولاني اللي هو اللينك والممبر التاني اللي هو الجزء اللي فوق ده كله، ده كده جزء على بعضه متحمل على اللينك، لذلك حتى لو خدت بالك اللينك ده طلعت فيه فورس كومبريشن. ليه؟ لأن الجزء اللي فوق ده كان متحمل على اللينك واللينك بيرد عليه، فبيرد عليه بايه؟ بقيمة كومبريشن على الجوينت. تاني الجزء اللي فوق ده كله متحمل على اللينك ومتحمل على العمود، فلذلك الجوينت دي المومنت عندها مش بصفر، المومنت عندها هنا بقيمة مش بصفر، ولكن لو كان دي انترميديت هنج داخلة في الممبرز دول يعني رابطة تلاتة ممبرز ببعض، ساعتها تقول سيجما مومنت عندها بصفر، لكن هنا ده لينك ممبر والجزء ده كله متحمل على اللينك ممبر، فمتحمل عليه يعني الجزء اللي فوق ده لوحده افصله عليه مومنت، واللينك لوحده عليه فورس، وبرده اللينك لوحده لو انت جيت لو انت طبعا رسمت مومنت او بينج مومنت دياجرام على اللينك ده الممبر ده، طبعا احنا عارفين اللينك في حاله الاستراكشر اللي احنا بنحلها اللينك ما فيش مومنت ولا فيه شير ولكن فيه نورمال فقط، ولكن انت لو حليت فيها حاجه اكزاكت طبعا خرسانه او ستيل بعد كده تلاقي ان اللينك ده عليه مومنت، اللينك ده جاي عليه مومنت منين؟ من الاون ويت بتاعه، اون ويت الممبر نفسه بيجيب لك مومنت، ولكن احنا في الاستراكشر هنا ما بناخدش معانا
قيم الاون ويت بتاعت اللينك. فلذلك بنقول ان المومنت بيشيل بالصفر ولكن النورمال ليه قيمه لان اللينك بيشيل اصلا اكسيال فورس. نرجع لموضوعنا تاني، هنا المومنت مش بصفر، مش بصفر لا يا باشمهندس، لان الجزء ده كله متحمل على اللينك. ولكن لو كانت الجوينت دي عليها انترميديت هنج داخله كده جوه رابطه الممبر ده بالممبر ده بالممبر اللينك، ساعتها فعلا تقول ان السيجما مومنت عندها بصفر. طيب تعالى كده نركز نكمل بقى المومنت بتاعنا. تعالى نحسب هنا من تحت ونرجع تاني نقفل الشكل بتاعنا. طبعا الموضوع ده كله للتسهيل. هنا سيجما مومنت بيساوي صفر، هنا اصلا كل الفورس معديه فيها يبقى بصفر. نقف هنا كده ناخد سيجما مومنت بتساوي صفر لتحت، هنلاقي ان ال 24 بتمر بالنقطه يبقى ما فيهاش او مش هتجيب لي مومنت، ولكن ال 2 طن هتجيب لي مومنت قوه في صراع القوه اللي هي 2 متر، يبقى 2 في 2 ب 4 طن متر. طبعا اتجاهه عامل ازاي؟ الاثنين دي بتعمل لي مومنت بالمنظر ده، فلازم احنا نعمل او بتعمل مومنت كرياكشن بيضاد المومنت اللي جاي من الفورس دي، فتعمل ديل السهم لفوق وراس السهم لتحت بالمنظر ده اللي انا رسمه ده. تمام؟ يبقى ال 4 متر طن مرسومه لفوق ليه؟ لان هنا ال 2 طن بتعمل لك مومنت كده، فلازم انت تعمل لها مومنت مضاد ليها، ده كان كلوك وايز، فترسم انت 4 متر طن انتي كلوك وايز. طيب يبقى احنا جاست بيفور المومنت او الممبر الافقي ده جبنا ال 4 متر طن. تعال بقى نرسم للمومنت للجزء الافقي. طبعا ال 2 طن بتمر بالسكشن هنا فمش هتعمل لك مومنت، ولكن ال 3 طن دي هتعمل لك مومنت قيمتها ايه؟ 3 في 2 ب 6 طن متر، يعني النقطه دي كده ب 6 طن متر. طيب خد بقى الجوينت دي بره كده وارسم لها ايكوليبريم مومنتس. ايه الايكوليبريم مومنتس بتاعتك؟ اي جونز في الدنيا لازم نقول السيجما مومنت عندها بتساوي صفر، احنا عارفين كده من بدايات الاستراكشر. فاحنا رسمين خلاص مومنت بالمنظر ده قيمته 4 متر طن، ورسمنا مومنت على الضلع الافقي ده قيمته 6 متر طن، اتجاهاتها بالمنظر ده، ده كان كلوك وايز بالمنظر ده كده، وهنا المومنت الستة ده برضو كلوك وايز. فلذلك انت عايز تعمل عند الجوينت دي مومنت ولكن قيمته بتساوي مجموع الاثنين 6 و4 10 واتجاههم مضاد لاتجاه الستة والاربعة. طيب ليه عرفت كده او خدت المعلومة دي منين يا باشمهندس؟ الستة طن او 6 متر طن دي المومنت ده جاي في الاتجاه ده، والاربعة متر طن بالنسبة للجوينت دي برضو جاي اتجاهه بالمنظر ده، يعني هما الاثنين قيمتهم 4 و6 طن متر ولكن هما الاثنين في نفس الاتجاه، فلذلك هيتجمعوا يعني مجموعهم هما الاثنين 10 متر طن. فلذلك انت عايز تعمل مومنت ثالث بنفس القيمه ولكن يضادهم في ايه؟ في الاتجاه، فيبقى قيمته ايه؟ 10 متر طن. طيب احنا عايزين نعمل بقى اتجاه، احنا قلنا الاتجاه ده كله كلوك وايز، فاحنا عايزين نعمل حاجه انتي كلوك وايز بالنسبه للجوينت دي، فيبقى 10 متر طن بالمنظر ده كده هنطلع بيها. بعد كده نوصل عند النقطه دي، خد بالك نفس المعلومه او نفس الملحوظه اللي قلتها هنا هنقولها هنا. لو انا عايز ارسم مومنت للجزء ده فسيجما مومنت عند النقطه دي بصفر، ولكن من فوق سيجما مومنت من فوق مش بصفر، في قيمه للمومنت، فلذلك هنا هنوصل بالصفر من ال10 للصفر. تعال بقى نرسم الجزء اللي فوق اللي احنا لسه ما رسمناهوش. احنا كنا رسمنا لغايه ال2 طن متر هنا ولسه ما رسمناش الجزء الافقي ده كله. ال2 طن متر هنا احنا قلنا اي جوينت سيجما مومنت عندها بصفر يبقى 2 متر طن عمودي على الممبر المايل، نرسم زيها بالظبط 2 متر طن، ده كان بالنسبه للجوينت كلوك وايز، فاحنا نرسم حاجه بنفس القيمه بس ايه مضاده في الاتجاه، يبقى 2 متر طن بس نرسمها انتي كلوك وايز بالمنظر ده، يبقى لتحت ديل السهم لتحت. وبعد كده المفروض بقى نحسب قيمه مومنت هنا ونحسب قيمه مومنت هنا ونحسب قيمه مومنت هنا. تعالى نبدا كده باول سيكشن سهل، النقطه دي نهايه الفريم بتاعك مفيش فورسز في اليمين هنا يبقى هنا بصفر. طيب تعالى نحسب كده مومنت هنا كده، ده كانت ليفر عليه 2 طن افقي يبقى مش داخل معايا في المومنت، ولكن عندي هنا كده مومنت او فورس جايه كونسنتريتد من الديستريبيوتد نود اللي هي 4 طن بير متر رن في 2، يبقى هنا قيمه ايه؟ 8 طن. 8 طن في 1 يبقى انا ارسم مومنت قيمته 8 متر طن.
يبقى احنا رسمنا الاتجاه ده او المومنت ده. خد بالك بقى انا راسم جزء دوتد وجزء كده البارابولا بتاعك. ايه الاجزاء دي كلها جايه منين؟ اول حاجه لو تاخد بالك كده هتلاقي ان دي 8 متر طن وهنا صفر، اوصلهم ببعض وبنزل قيمه اسمها دبليو ال سكوير على 8. باشمهندس انت ممكن لو انت مش راسم رسمه سكيل ترسم لي المومنت بتاعك كده، ده صح وده صح، بس الاصح ايه بقى؟ الاصح ان المومنت بتاعك فوق لو انت راسم تو سكيل. طب لو انت راسم مش تو سكيل ومش عارف ان قيمه دبليو سكوير 8 مش هتنزلك تحت الممبر، هيديك مثلا نص الدرجه او حاجه، تمام؟ فتاخد بالك بقى من الملحوظات دي، تو سكيل هتترسم فوق لان دبليو سكوير على 8 هتلاقي 8 زائد 0، 8 زائد 0 ب 8 على 2، يبقى النقطه دي كده كام؟ ب 4 متر طن. هنزل منها دبليو سكوير على 8 لو حسبتها اللي هي 8 ل 4 في 2 سكوير على 8، تعالى كده نحسبها 4 في 2 سكوير على 8 ب 2، يبقى انت هتنزل دبليو سكوير على 8 قيمتها 2 والمومنت اصلا فوق كان ب 4، يبقى 4 ماينس 2. لو انت عايز توصل للقيمه بالظبط اللي هي نهايه البارابولا، النقطه دي كده بالظبط ب 2 متر طن. نفس الكلام بقى تحسبه من الجزء الشمال، تعالى نحسب كده السكشن ده. طبعا براحتك لو انت عايز تحسب من هنا او عايز تحسب من هنا، خد بالك انا بمر باللينك، انا بمر باللينك، فالتحليله بتاعت اللينك بتاعتك هتظهر معاك، فانت بتحسب لازم تحسب يا اما من الشمين مش الشمال يا اما من اليمين، تمام كده؟ فنحسب قيمه المومنت هنا كده طلعت 1 متر طن، ودي السهم بتاعها بالمنظر ده كده تحت. هتوصل نقطه الواحد متر طن بنقطه 8 وتنزل منها قيمه البارابولا بتاعتك اللي هي دبليو سكوير على 8، يظهر شكل المومنت بالمنظر ده. زي ما قلنا في اول الفيديو احنا خلصنا اول مثال وكنت بقوله بالتفاصيل قوي، بقول كل حاجه وكل حاجه اتحسبت ازاي. وقف الفيديو هنا، خد المساله اكتبها بره عندك في ورقه فاضيه واقعد حلها وارسم لها نورمال وشير ومومنت، وراجع كل القيم بتاعتك مع قيم الفيديو هنا. طبعا انا مرفق مع الفيديو البي دي اف بتاعها، راجع كل القيم وبعد كده خش في المثال التاني.